صباح الخير مشاهدينا. مثل ما نحن دائما بنقول بنيتشر انه هذا البلد ما رح يزبط اذا مش كل واحد هو بيعمل البار تبعه وما ننطر دائما الدوله هيك. فاليوم نحن عندنا كمان بفكر عندنا ايفنت عم بيصير رح نحكي عنه يلي هي حمله تشجير. فمعنا بالاستوديو مسيو باتريك ناكوزي يلي رح يحكي لنا عن الايفنت اللي رح تعملوه. اذا بتخبرنا اول شيء عنا قبل انتم بتنتموا لها وبعدين بنحكي شوي عن الايفنت. ايه اكيد. اول شيء بنشكرك على الاستضافه. نحن نقابة مخرجي الصحافة ومصممين الجرافيك اللبانيز جرافيك ديزاين سينديكيت. عملنا من حوالي شهر تقريبا حفل تكريم باليونسكو ل 14 من قدام المهنة. وأحد المكرمين الزميل شرب العيسى قدم لنا 50 شجرة لنزرعهم حوالي محمية أرجاج. واستفدنا من الفرصة وتصند معالي الوزير أكرم شهي وزير الزراعة. نحن عم نشوف الصور يلي كمان بذات الوقت هون دعوة قائد الجيش مشكور. اتصلنا بوزير الزراعة أكرم شهيبة اللي قدم لنا كمان حوالي 50 شتلة غرزة أرز رح نزرعهم بكرة. عنا تقريبا حوالي 100 غرزة 100 شجرة رح يتم زرعهم بمحمية أرجاج حوالي محمية أرجاج. هو يعني دائما نحن كمان بنقول انه المبادرات اللي بتطلع من جمعيات كمان كثير مهمه لانه بتساهم كمان بالنشر الفكر البيئي كمان. والارز شغله كثير مهمه اكيد لتنزرع. هو الايفنت التكريم صار كرمال نكرم شو كرمال مين؟ ايفنت التكريم اللي صار يلي عم نشوف صورته هو كرمال نكرم قدامة مهنه الاخراج الصحفي. يعني الزملاء اللي كانوا يشتغلوا بهالمهنه هيدي مهنة تعيبة مهنة شقة بالليل كانوا يشتغلوا. فحبينا نكرمهم ونقدم لهم تكريم. والزميل المشكور شربي العيسى يلي قدم لنا 50 غرزة كمان نزرعهم فوق. نحن من وحي هالمناسبة ومن وحي هالوضع اللي نحن فيه البيئة طلعنا بشعار طلعت أرزتكم يلي هو تكملة للحراك المدني يعني بس بطريقة بوزيتيف. عم نرجع عم نعمل قصص حلوة بالبلد عم نجمل البلد عم نعطيه وجه حضاري. والأكيد الوضع البيئي لأنه حالته شوية تعبانة هالأيام. نحن هلا عم نشوف الفلاير تبع الإيفنت كمان اللي هو طلعت أرزتكم مثل ما بتقول. مع هاشتاج أكيد. الفكرة كمان هو الحلو من الحراك المدني اللي صار إنه أوكي في أشياء صارت بركي حلوة أشياء صارت أقل حلوة بس كمان العالم صار عندها أكثر يعني بتطلع أكثر على البيئة. صار في أكثر بيسمعوا عن البيئة. صار كل العالم تحكي زبالة بيعرفوا شو لازم نعمل شو لازم ما نعمل. والتشجير هو واحد من الطرق يلي نحن هدفنا إذا بدك إنمائي عرفنا يكون لبنان اخضر يكون لبنان حلو يعني بالوجه اللي نحن الزباله اللي نحن فيها عم نجرب نعطي فسحه امل شوي كنقابه اللي بتتعاطى الشان العام فبتتعاطى الشان المهني تبعها يعني بذات الوقت. اوكي الفكره كمان الارز اللي عم تحكينا عنه هن كانوا ال 50 بس جات خبرتنا رجعنا الوزير اكرم شهيب قدم لنا من الوزاره لانه هو الاحتفال برعايته واعتذر عن الحضور لانه الوضع البيئي بالبلد ما بيسمح حضوره فاعتذر بس عن الحضور وقالنا رح يكون له ممثل وقدم لنا 50 شتله تنزرعون وان شاء الله باحتفالات الجاي بكون حلت قصه الزباله بيشاركنا الوزير شهيب بهذا الموضوع. يعني هو الايفنت اللي رح يصير بكره رح ينزرع فيه 100 ارزه لبنانيه 100 ارزه لبنانيه حوالي المحميه لانه بتعرف مثل بتعرف المحميه بالمحميه ما فينا نعمل شيء رح نزرعهم حواليها ورح يكون في اهتمام لهم ولاد المنطقه فوق والزميل شربي كمان رح يهتموا فيهم يضلوا يسقون يضلوا يتابعون. حتى المكرمين ال 14 اللي تكرموا باليونسكو كل واحد عنده شجرته فيه يطلع يطل عليها وقت اللي بده يسقيها يظبط حواليها يعني بيهتم فيها يعني. يلي رح يشاركوا بالحمله التشجير هنا اكيد من المكرمين بس كمان من المكرمين وهي دعوه عامه لاعضاء النقابه ولحتى للعالم اللي بتحب تشاركنا بهذا الموضوع اهلا وسهلا فيها يعني هذا موضوع لازم الكل يكون عم بيشارك فيه. انا رح احط هلا كم صوره عن ارز من لبنان حلوين نحن وعم نحكي بنكمل هيك بيقطعوا بنشوفهم من كذا منطقه من لبنان ما في احلى من ارز لبنان اكيد. هون هيك كم صوره حبيت هيك حطهم من كذا منطقه يعني مثلا هون عم نشوف نحن من الشوف قبل حطيت كمان من تنورين هون كمان عم نشوف من الباروك كيف كمان الارز بيصير وقت بالتلج كمان هلا بنشوف صوره يعني هذا بالاخر شعارنا وعلى الارز يعني شغله كثير مهمه يعني هلا اكيد كمان بيقطع صوره من جيش للمشاهدين اللي ما بيعرفوا هون كنا عم نشوف كمان تنورين شفنا صور من اهدم ودونك هون الارزات اللي عم نحكي عنهم هن كمان ارزات دجاج اللي هن من احلى ارزات بلبنان يعني ارزات كثير كبار بين صخور بيطلعوا الايفنت رح يصير اكيد هونيك ونحن عندنا كمان هدف يعني مش بس نضل بجاج يعني يمكن ننتقل من منطقه لمنطقه يعني وين بنلاقي مساحه خضراء نقدر مساحه مش مزروعه نقدر نشجر فيها نحن جاهزين تنمشي
اي هون انا بس كمان حابب اقول انه نحن بنيتشر كثير بنحب نضوي على هول الايفنتس، دائما بنقول اللي عنده حيلا ايفنت له علاقه بالبيئه بطريقه بوزيتيف كمان خاصه نحن بنقدر نضوي عنه، يبعثوا لنا صور، يبعثوا لنا من شو عم بيصير وهيك. والارزه هي وحده اكيد من الاشياء اللي فينا نحن نساهم نرجع نخدر لبنان، بس دائما بنقول للجمعيات البيئيه يعرفوا دائما وين عم بشجروا وشو عم بشجروا. يعني الحلو اللي كنت عم نحكي معك قبل الهواء، وهيدا بحب كمان يعرفوه الكل، انه نحن لما عم نزرع حجاج هالبذرات جايين كمان من المنطقة، شغلة كتير مهمة. فيك تخبرنا شوي كيف 100% 50 شجرة الأساسية هن من بذرات دجاج، غير الـ50 اللي قدمتنا يوم الوزارة جبناهم من 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 منطقة دجاج، وعم نرجع نظبطهم، يعني عم نظبطك بمحل عم نجرب من شوي نكبر الغابة الموجودة بدجاج. والأهم هو إنه العناية اللي رح تصير، العناية اللي هي أساسية، هي أغلبية العناية رح تصير من أولاد المنطقة فوق، لأنه هني بكرة مشاركيننا بهذا الموضوع ورح يكونوا حدنا فيه ووعدونا، لأن نحن بتعرف ما فينا كل يومين ثلاثة نطلع عجاج يعني، أو كل جمعة أو كل شهر يعني. سو أولاد المنطقة فوق رح يهتموا بهذا الموضوع، رح هني عم يكونوا عم بيحصوها يسقوها، رح يكونوا متابعينا لهذا الموضوع على أمل أنه يكبروا ويصير يرجع جبالنا كلها أرز يعني. والمشاهدين يلي هلا عم يحضرونا ويلي حابين يشاركوا بالإيفنت بكرة، وين فيهم يلتقوا معكم؟ كيف نحن رح نلتقى؟ رح نكون التجمع على 8:30 صباحا تحت جسر الشيفرولي، حد شركة الألفا المبنى الجديد، والانطلاق تقريبا بحوالي الساعة 9 إلى ربع، رح يكون 8:30 9 إلى ربع رح يكون الانطلاق، تنكون بجاج الله راد بين 10:10 وربع 10:30 ونبلش حمل التشجير بمشاركة ممثل عن قائد الجيش وممثل عن وزير البيئة، مشكورين لوقوفهم حدنا ومساهمتهم. والمعدات لتزرع والأرز وهيك المعدات مأمنين نولد دجاج يعني، اللي أخذين هذا الموضوع بكتير جدية، دجاج بلشوا من اليوم شغل بهذا الموضوع، بلشوا التحضيرات من اليوم على أمل بكرة نوصل ويكون النهار موفق وحلو. يعني المشاهد اللي عم يحضر بيشارك بس بيتصل فيكم على الرقم بيقدر يلاقيكم على جيش أو كمان 100% مشاركة مفتوحة للكل، أعضاء النقابة وخارج أعضاء النقابة تنكون عم نشارك بهذا الإيفنت. اوكي، بعد كان اسال سؤال بعدين بعد كمان بعد الايفنت، في كان بعد الايفنت ايه عاملين غدا باحد المطاعم بالمنطقه فوق، فكمان اللي بيحب يشاركنا هذا الموضوع اهلا وسهلا فيه، ما في مشكل يعني. وفي بولمان رح ينطلق 8:30 9 مثل ما حكينا من شيفرولي، ورح نرجع بحدود الساعه 5:30 بنرجع بنكون بقلب بيروت يعني. اوكي، كنت طلعنا ونزلنا. انا وعم حضر الحلقه حبيت شاركك وشارك المشاهدين كمان بجمله كثير حلوه قايلها الفونسو لمارتين، هلا اذا بحطوا لنا اياها وبعدين هيك بنترجمها لنشوف قد ايه اهميه الارز بلبنان. بتصور انه اكيد قاطع هو كمان بارز الدجاج يلي عنده ارز اكيد. انا رح ترجم دايركت يعني، بقول انه الارز تبع لبنان هن يعني هن يعني من المهمين كثير مهمين من تبع الطبيعه اكيد، وبيقولوا ان رح انهي هي هيدي الشغله الحلوه، بيعرفوا عن تاريخ الارض او أكثر من التاريخ بحد ذاتها يعني. نشوف عم نحكي عن أرزات عمرهم سنين وسنين وسنين. كمان حبيت كمان حط شغلة تانية لكمان أطوان دو ساتيك تفيري يلي بقول كمان أنه بيقارن السلام للأرزة اللبنانية، لأنه كبير كهيك كمان نحن قد ما فينا يعني إذا بدك يعني نحن شعارنا سلام، شعارنا المحبة، شعارنا أنه نكون كلنا بخدمة لبنان، لأنه لبنان هيدا بلدنا، الأرز أرزتنا يعني. صح. ونقابة الجرافيك ديزاينرز أكيد يعني بتصور ما بعرف. نحن كنقابة طبيعي إنه معنيين بهذا الموضوع، هذا موضوع بيئي وموضوع وطني وموضوع تجميلي، لازم بهالمحل نكون لنا وجود يعني، مش بس باختصاصنا، فينا نكون موجودين بعدة قصص، منا بيئية، منا يمكن بكرة تكون رياضية، ممكن تسقيفية، يعني بالنهاية هذا شأن عام ومفتوح للكل يعني، ونحن هدفنا نوصل الصورة الحلوة عن لبنان. مزبوط، وخاصة إذا رح يكون عم بشارك يعني كمان بهذا الإيفنت من كل الأعمار يعني، حلو كتير كمان يعني. أنا أخذ أولادي معي من الأربع سنين وطلوع، وفي كمان رجال كبار بالعمر رح يلاقونا من فوق يعني، في من كل الطبقات العمرية. واللي هذا إيفنت إن شاء الله بإذن الله بيطلع حلو، ورح نرجع نكرره بعدة محلات بعدة جبال يعني. أكيد لازم تكرروا، رح يكون مكرر، أكيد رح يكون مكرر من عندك، أنا عم بعلنا يعني دائما أصلا كل شيء corporate events أو حتى لما نقابات أو شركات يعني بشاركوا بإيفنتس مثل هذا بيحدث كتير تغيير، لأنه بخلي دائما يعني العالم يلي مهتم بالطبيعة تكتر وتكتر وتكتر هيك، بركة كمان السنسيبيليزاسيون للطبيعة تكتر كمان، شغلة كتير مهمة يعني. 100% بتشجع بتحمس، احنا عم بيصلنا ردود كبيرة على الإيميلات اللي عم نبعتهم، وجهات نظر متخالفة، الأغلبية عم بحمسونا عم بيشجعونا عم بيقولونا
يلا على ايفنت ثاني على ايفنت ثالث، يعني قد ما فينا رح الله راد نكون ماشيين بعده ايفنتات كانت بيئيه او غير بيئيه. حتى نحن كنا بنشكركم اكيد على الشيء اللي عم تعملوه وناطرين صور تبعتونا اياهم على الفيسبوك. اكيد اكيد على يعني هيك من كمان بنرجع نحطهم بحلقه ثانيه. من كل بد من كل بد رح نكون على اتصال وان شاء الله على امور اكثر كمان شوي مفيده اكثر. ميرسي كثير لك. ميرسي لك مشاهدينا. هلا نحن بنتوقف مع بريك. We'll be right back.